خدمنا هنا في هذا المحل هذا الطريق هذه ما عمرناش شي كنوجهوا للمسؤولين انهم يصايبوا لنا الطريق هذا حيتاش بزاف الناس كيتمو ديزين من الطريق ما عارفه شويه في القلب ديال مدينه اسافي كيتم ديز بنادم ما عارفش ان كاينه حفره كما كتشوف معايا شحال من واحد كيوقع ليه اكسيدو هنايا كاين اللي كيتفرقع ليه بنو كاين اللي كتعوج ليه جانطا يعني شحال من عام هنايا ما شفنا حتى شي تغيير. بالنسبه لهذا الطريق راه هي الطريق الرابطه ما بين الوسط والشمال ديال المدينه مع الجنوب ديالها اللي كتمر حدا الدائره السابعه. شوف هاد الحاله ديال الحاله المزريه ديال هاد الشارع حاله اش نقول لك راه الشانطي كاع مكرفص بغينا نعرف هذا اسم جيس بلدي اللي كيدوز يوميا من هنا واش ما بغاش يعيق ما بغاش يفيق ما بغاش يشوف هاد الدنيا كيولاد واش هذا الشانطي راه عيب وعار عيب وعار في هاد المدينه اللي كنشوفوا بنيه تحتيه كارثيه. شوف شنو الحفاري غتبي غادي في هاد الشانطي راه شنو هو كامل حفاري راه ولنا الناس كيجيبوا دوره كبيره باش انهم يدوزوش من هاد الشانطي. شوف حنا كنوجهوا النداء ديالنا للمسؤولين نوجهوا النداء ديالنا للسيد العامل انه يعطي تعليمات مباشره لهاد الناس باش يصاوبوا هاد الشانطي راه عيب وعار حشومه. المشاكل اللي تلقاو الحفاري هنايا راه شي عامين وثلاث سنين وممكن الحفاري كدوز بالسياره ديالك تلقى الحفاري سيرتو عند مول البنوات هنا تتكون ديز زعما شي حفاري لا يرتلا لان هنايا صحاب المصلحه يقوموا بالاشغال ديالهم يقادوا هاد الطريق هادي راه امشي في مستوى راه حشومه فهمتيني الناس ديال اسفي كامل خسيدوا على هاد المشكل هذا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.